إزاي ننمي موهبة أطفال التوحد ونكتشف مواهبهم الخفية وراء أطياف التوحد؟ ده سؤال مهم جداً بيناقشه مسلسل حالة خاصة اللي بيعرض حالياً على منصة ووتشت. بكل تأكيد هو تساؤل مهم للغاية. ليه؟ لأن في بعض الأسر ما بتعرفش تتعامل إزاي مع أبنائهم إذا كان عندهم توحد. في بعض الناس بيتجاهلوا أبنائهم على الرغم من أنه يكون عندهم قدرات كبيرة جداً وبيكونوا موهوبين وعندهم مواهب مختلفة. الطريقة كمان اللي من خلالها تعريف المجتمع بالقدرات دي عشان يكون لأطفال التوحد دور في المستقبل، أسئلة كتيرة جدا هنحاول النهاردة الإجابة عنها مع دكتورة سهام حسن الأخصائي النفسي وتعديل السلوك اللي منورانا. دكتورة صباح الخير. صباح الفل. يا أهلا بيك. أهلا. خلينا في البداية كده نعرف سادة المشاهدين على هذا المرض، مرض التوحد، إصابة الأطفال بيه ممكن تبدأ من إمتى؟ هل بيولد الطفل عنده توحد ولا من الممكن من خلال بعض العوامل والمؤثرات الخارجية يصاب بالتوحد؟ أوكي. طيب خلينا الأول بداية كده نفصل ما بين اضطراب ومرض، لأن الاضطرابات دي حاجة تانية ومستقلة تماما عن المرض. المرض فكرته أنه هو بيتعالج وبيشفى الإنسان منه، لكن الاضطراب لا، عكسه تماما. إحنا ممكن نوصل في شغلنا مع الأطفال المضطربين أوكي إلى تأهيل أو تهيئة نفسية أنه هو يندمج ويختلط وسط المجتمع ويوصل لدرجة شبه سوية، لكن بتكونش حالة السواء الكامل. تمام. فالمرض يشفى منه لكن الاضطراب لا. فده مبدئيا. حاجة تانية بخصوص التوحد، الفكرة كلها ان انا عندي اضطراب نمائي شامل. يعني ايه؟ يعني انا القدرات المعرفية الخاصة باللغة، التركيز، الانتباه، الذاكرة، مهارات التواصل الاجتماعي ما بتكونش مكتملة عند الطفل اللي مصاب بالتوحد. فالفكرة كلها ان بيكون عنده قدرات اعلى من قدرات تانية، او قدراته بتكون ضعيفة مقارنة بالطفل الطبيعي السوي، او بيكون جبار ومميز في قدرة معينة بتخلينا ما بنشوفش بقية الضعف او القصور اللي موجود في بقية المهارات الخاصة بيه. دي حاجة. الحاجة الثالثة كمان ان انا دلوقتي عايزة اعرف هل انا ابني عنده توحد او لا. خلينا نقول ان احنا الى سن 8 سنوات، وده يعني ده في اخر تحديث للتشخيص التوحد مؤخرا، ان انا اقدر ان انا اشخص الطفل ان هو بيبان عليه بعض الاعراض اللي انا اقدر اقول الطفل ده عنده توحد. والتوحد على اي درجة من الدرجات؟ لان التوحد في عندي بسيط، متوسط، شديد، مفيش حاجة اسمها عندي عرض او عرضين لكن الطفل طبيعي، لا مفيش حاجة اسمها كده، لان احنا كلنا بلا استثناء عندنا يعني بعض الاعراض من التوحد. خلينا نقول كده في عجالة سريعة عن أعراض التوحد. أول حاجة إن الطفل ما يكونش عنده تواصل بصري كافي أو متجنب تماما التواصل البصري. رقم واحد. رقم اتنين، ما عنديش الاستجابة السمعية المناسبة. يعني بتنادي عليه هو مش بيرد عليك، أغلب الوقت بنلاقيه منغلق مع نفسه بيلعب ألعابه الخاصة، أو هو حتى سامع كويس ومش بيرد، ولا هو دماغه بيفكر في حاجة. لا، هنا اللي بيفصل لي في الجزء ده بيكون دكتور سمعيات. ممكن إن أنا أبدأ إن أنا أعمل مقياس سمع أعرف ابني بيسمع كويس ولا لا. لو بيسمع كويس أوكي، بس عندي الاستجابة السمعية هي اللي فيها بطء أو ضعف أو تأخر، لأن أنا عندي السمع تمام بس أنا عندي الانتباه والتركيز السمعي هو اللي فيهم ضعف. وده في فرق ما بينهم هما الاثنين. السمع مكتمل لكن الانتباه والتركيز السمعي لما بنادي على ابني او في اي حاجه مثلا بصير بيها انتباهه هو مش معايا تماما او مستجيب ليا فيها برغم اكتمال السمع. الحاجه الثالثه الانعزال والانطوائيه. يعني مهما شاف اطفال بيلعبوا مجتمعين في اي حاجه بتلفت انتباهه مع الاطفال هو ولا يبالي. هو عايش في عالم من الذاتويه زي ما بنقول، مش مهتم خالص. حاجة كمان ممكن يخاف أو يتجنب حاجات ما يتخافش منها في العادي، مثلا صوت خلاط، صوت عربيات في الشارع، الصوت لو ارتفع، وده نتيجة تحسسه لبعض الأصوات في درجات معينة. الحاجة الثالثة إن أنا استجابة الذهنية العامة بتكون عندي فيها بطء أو تراجع أو تأخر. الحاجة ممكن يعني أنا بقول في عندي أعراض كتيرة جدا، يعني من 14-15 عرض، فحاجات كتير. يعني أعتقد الأعراض دي كافية إنه لو أي ولي أمر لاحظها لازم يستشيره بالظبط. لازم يعني هل طبيعي. انا لو ظهر عندي عرض كده انا اخاف واقول انا ابني عنده توحد؟ اول حاجه لازم نلجا لاهل التخصص. طبعا ما ينفعش ان انا اشخص ابني وانا قاعده في البيت. شكيت على اي عرض من الاعراض ده بدا يظهر لازم ان انا اتوجه وان انا استشير متخصص نفسي. طبعا الحاجه الثانيه ان انا عايزه كذا عرض يكونوا موجودين علشان اقدر ان انا اقول يعني مثلا من 5 لـ6 اعراض انا ملاحظاهم عشان اقدر اقول ان الطفل ده عنده توحد او لا. طبعا. طيب دكتور، هل
التوحد ممكن يتحسن أو يتأخر بسبب عوامل، إن كانت عوامل نفسية أو أي عوامل خارجية أو لا؟ صحيح، أكيد طبعا، أكيد أي اضطراب مش بس التوحد، يعني أي اضطراب لم يتم احتوائه النفسي بطريقة صحيحة، لا طبعا بلاقي ان انا في عندي ظهر زياده في حده الاعراض اللي موجوده. يعني الامهات اللي عندها طفل عنده توحد سواء في البيت او في المدرسه ولم يتم احتوائه النفسي بطريقه صحيحه، بلاقي الامهات بتشتكي ان هو بقى عنيف جدا، بقى عصبي بزياده، بقى عنده يعني ميول للتخريب والتكسير طول الوقت، ان ممكن يحصل عندي فكره ان هو يحصل له تبول لا ارادي. كل المشاكل النفسيه مع فكره ان انا مش عارف اظبط حواليه العوامل البيئيه اللي هي بتاثر بطريقه مباشره على الجوانب النفسيه عند الطفل، ان هو يحس ان انا انت متخيله ان هو بيتقارن او ان هو مهمل. عندي طفل ربنا وهبهولي سوي ما فيهوش اي حاجه، فهو ده اللي طول الوقت انا مهتمه بيه والتاني مش موجود خالص. يعني معنى كده ان استجابتهم العاطفيه موجوده، الذكاء العاطفي هو اللي موجود، ان انا اقدر اميز اللي بيحبني واللي بيكرهني، الاهتمام من الاهمال، الحب والتقبل من الرفض والتجنب، لان في اسر اصلا ما بتطلعش ولادها بالظبط اللي عندهم الاضطرابات دي، او ان هي طول الوقت بتبقى مقعداه وهي يعني انا بشوف طبعا يعني ناس قاعدين كده وماسكاه كده ومحطه رجلها محوطاه علشان مش عايزاه ان هو يقوم يضايق اي حد، أو في اي حد يحتك بالناس بالظبط يتكلم او يعلق ان هو يقلل لها منه او يحسسها هي ان هي فيها مشكله او جايبه مشكله للمجتمع. طب دي تقول لها ايه الام اللي بتتعامل مع ابنها بالشكل ده؟ انا مش هقولها هي، انا هقول للمجتمع من قبلها. فكره ان احنا دلوقتي حاليا بنعمل مسلسلات وبدانا في التوعيه وان احنا نكثف لفكره وجود الاي دي اتش دي، فرط الحركه وتشتت الانتباه، وده كان عمل في رمضان السابق او اللي قبله، ودلوقتي مسلسل بيتكلم عن التوحد. انا بظهر للنور ان الناس دي ناس يعني ربنا سبحانه وتعالى خالقها، ناس اساسيه، ناس من المجتمع، ما ينفعش ان انا انكرهم او ان انا اتعامل معاهم بتقليل او اهانه او رفض. يعني في امهات بتجي تقول لي انا ابني مثلا وصل ل10 سنين وما طلعش من البيت، والله ما طلع من البيت، تقول لي كده لفكره ان انا مش عايزه يتقال عليا ان انا عندي ابن عنده مشكله، او ان انا المجتمع يبقى رافضني ويشوفني ان انا حد فيا انا مشكله عشان كده جبت طفل فيه أعتقد مشكله. لا يا دكتور، يعني اعتقد ان الامهات اللي بتخاف تخرج اولادهم من البيت ممكن يكونوا خايفين من فكره الاندماج او خايفين عليهم من المجتمع. فكره التقبل، انا لو عندي مشكله ومتقبلاها ده هيفرق كتير من ان انا رافضه. فانت في البدايه بتكون عندك بس وسط مجتمع بيساعدك، انت بتقدري ان انت خلاص تواجهي بثقه طبعا. لما حد يسالك هو ابنك ليه غريب كده، لا هو مش غريب، هو مميز طبعا. فبتبداي ان انت تتكلمي على ان دي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ووهبك طفل عنده قدرات خاصه مش عنده قدرات معدمه. ازاي تكتشف بقى هذه القدرات الخاصه وتنمي موهبته؟ يعني ممكن يكون موهوب في حاجه معينه مثلا واحنا مش عارفين، والدته ووالده مش عارفين، لكن ازاي يكتشفوه؟ فكره ان انا رقم واحد لما هتقبل هبدا ان انا ابص له بعين القبول مش الرفض. فهبدا الاحظ ايه هي السلوكيات الايجابيه، مش هبدا طول الوقت مسلطه على السلوكيات السلبيه. فمع تركيزي في السلبي الايجابي بيختفي وبيتلاشى. انا من يعني من نعومه اظافر ابني اكتشفت طبعا او ان هو تم تشخيصه ان هو عنده توحد، فببدا اشتغل معاه تخاطب، تنميه مهارات، ايه القدره اللي فيها قصور عشان ابدا انميها. فوانس ان انا نميتها بيبدا يظهر كانك بالظبط كده ايه، اكتشفت لؤلؤه وسط محار. فبيبدا يظهر لك الجوانب الايجابيه، ان الطفل ده ما شاء الله مميز في الذكاء العددي. يعني انت دايما تسمع عن الاطفال اللي عندهم توحد، صحيح، مهارة الذكاء العددي، الحساب والعمليات الحسابية، إن أنا مثلا أكتشف إن هم عندهم مهارة الحفظ العالية، لو هو عنده الذكاء اللغوي عالي يحفظ مجلدات بالكم. يعني زي بالظبط في مسلسل حلقة خاصة هو سمع لها القوانين قبل وبعد بترتيباتها، فدايما بيكون عندهم مهارة وقدرة عالية بس مع ولي الأمر والأخصائي الشاطر اللي عرف ينور الحتة دي عند الولد ويبدأ إن هو يستغلها في إن هو يطورها. يعني انا هقول للام خدي بالك ان الولد ده عنده ذكاء عددي، طوريه ونميه. دايما حطيه قدام ارقام وعمليات حسابيه طول الوقت، ان انت تبقي بتعرفيه على حتى الحاجات من حواليه ان هو يعدها، ان هو يعرف عددها. ومن هنا ده هيشبع له الرغبه في المعرفه بزياده، فمش هتلاقيه قاعد بقى ساكت او قاعد بقى متوحد مش عايز يتكلم، لا هو خلاص اللي حواليا بيحاول ان هو يشدني ويطلعني من العالم بتاعي. احنا دايما بنقول ايه، هم اللي بيدونا الاذن ان احنا نخش العالم بتاعهم، فانس ان انت دخلت العالم بتاعهم انت هتلاقي منهم ابداع جبار ورهيب ممكن يعني
ربنا يحمي الكل طبعا، ممكن ان هو يتفوق على قدرة الطفل العادي اللي عنده يعني مستوى قدراته طبيعية، بس ده الطفل ده سؤال لحضرتك يا دكتور، مدى تحسن حالات التوحد ممكن توصل لحد فين؟ زي ما قلت لك في اول الكلام، انا ممكن اوصل بيه لدرجه شبه سويه، الا ان دايما زي بالظبط كده في المسلسل، ان انا عندي الاستجابات الانفعاليه هي اللي فيها مشكله، ان انا مش عارف اقرا استجابه اللي قدامي، ولا انا عارف اديك الاستجابه المطلوبه. يعني بنقول عليه الانسان الالي بمعنى اصح، انا تعبيراتي واحده، الملامح كلها فلات، مش بديكي تعبيرات ان انا متاثر او الا ممكن لو بالكلام، زي بالظبط المشهد المشهور، انت هترفضيني زي ما الكليه او الجامعه رفضتني، اوكي. هو بيقولها برتابه جدا ومش بيقولها بتاثر، هو ممكن يكون حاسس من جواه بضيق وبالم، لكن بره لا. فبتلاقي ان دايما الناس بتعلق هو في عنده مشكله، هو بيتكلم بالطريقه دي ليه، اوكي. كان في عندي ولد عنده 17 سنه وكان في الجامعه، وزمايله في الجامعه ما كانوش فاهمين هو بيتصرف كده ليه، او هو ما بيضحكش ليه، مهما بيقولوا نكت او بيحاولوا ان هم يقلشوا او يهزروا هو ما بيهزرش. فهو جاي بيتكلم عن مشكلته ان هو مش لاقي التقبل، وان هم دايما بيسالوه في ايه، اوكي. وهو بياخد وقت، هو كان مدرك لحالته. طبعا طبعا، السن ده هو خلاص عارف ان هو عنده مشكله، فهو بيحاول ان هو يتقبلها ويعرف ازاي ان هو يتكيف وسط مجتمع اعلى منه في الجزء ده. لان انت يعني الطفل ده لما بيكبر في مرحله مراهقه وبعد كده في مرحله الشباب، انت هنا بتوعيه ناحيه الاضطراب اللي موجود عنده، او ايه الجزء اللي لسه فيه قصور عشان يبدا يتكيف معاه. فبالتالي بيتقبل التنمر او الاسئله اللي فيها تكهنات حوالين حالته بقبول، بل بالعكس هو بيقف يشرح لهم انا عندي مشكله في كده 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 كده، فممكن اخد وقت شويه في ان انا استوعب منك عشان ابدا اضحك او اديك رد الفعل المناسب، لان ممكن يكون عنده القدره التحليليه ابطا شويه، او بتاخد وقت في ان هو عايز يخش في تفاصيل معينه معقده احنا ما بنوصلهاش بتفكيرنا على فكره. يعني او هو ده الملكه بتاعه الحفظ والاستنتاج. يعني كان في برضو من ضمن الناس المشهوره، بس انا مش متذكره اسمه قوي، هو رسام وقفوه قدام اوتيل كبير جدا فيه اكتر من 1000 وحاجه نافذه، رسمهم باماكنهم بالعدد الصحيح المطلوب جوه الرسمه. فهم بيكونوا عندهم مقدره على ان هم بيلقطوا تفاصيل احنا نفسنا ممكن نكون مش شايفينها، فده بياخد منه وقت شويه لحد ما يبدا ان هو يستوعب التحليل او التفصيل، فيبدا يجريكي بقى في الحوار. لكن هو عشان يوصل للمرحله دي ويبتدي يشرح للناس والمحيطين بيه الحاله اللي عنده بالظبط، لازم يكون هو شخصيه شغل جبار. لازم يكون اثناء تربيته لازم يكون اتعود على المواجهه، صحيح، انه يكون موجود في المجتمع بالزبط. انه يتكلم عادي، ان حتى واحنا بنتكلم عن اخطاء بعض الامهات من الممكن يكونوا قاعدين مثلا في تجمع او كده وهي قاعده بتشرح حالته لحد وهو قاعد سامع. اعتقد دي من ضمن الحاجات برضو اللي على حسب الشرح. لو انا هشرح باستكانه وبضعف واعمل ايه بس، ده اللي اقصده. الحمد لله غير أصل هو انا ربنا عنده مديني نعمه. عارفه انت لما تيجي توطي صوتها شويه تقول اصل هو عنده بالزبط. هو بيبقى سامع الكلام، هو طبعا بيتاثر طبعا. اكيد بيتاثر، وبعدين بيشوف ان انا في حاجه ماما عايزه تخبيها. انا اي البادي لانجوج كلها، فازاي هو يواجه بعد كده نبره صوتك، هو بيستمدها منك وبيعرف نقاط الضعف والقوه بتاعت اللي قدامه. اما ماما نفسها اللي هي اول مؤثر في العالم بتاعي مش متقبلاني، هم للعالم الداعم الاول زي ما بنقول بالظبط. زي ما حضرتك قلت يا دكتور، هي فكره التقبل وفكره انه اولياء الامور يعني يدركوا انها منحه مش محنه، وانهم ممكن يقدروا ان هم يخرجوا بطفل بالعكس عنده قدرات اعلى وقدرات خاصه حتى عن الاطفال الاسوياء. يعني انا بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا، دكتور سهام حسن الاخصائي النفسي وتعديل السلوك، نورتينا في صباح السليم. شكرا جزيلا.